السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فادي الدتاجي ومعاي جاي. احنا هنتكلم النهاردة في أساسيات للزراعة، اللي هو لو هتزرع أزولا بدون تربة. لو ما عندكش الأساسيات ديت ما تفكرش إنك تزرع بدون تربة نهائي، تمام؟ طبعا ده الفيديو دوت أول حاجة عشان يعلم الناس إزاي تزرع اللي هو بدون تربة، اللي هو اللي عنده مشكلة مش عارف يجيب تربة زراعية، وردا على الأسئلة السابقة اللي اتقالت في الفيديو اللي هو اللي لما احنا صفينا الفيديو اللي تحت اللي هو الحوض اللي تحت ده. طبعا احنا قلنا احنا فضينا الحوض ده، في بعض الناس علقهم وادوا بعض الاقتراحات، بس الموضوع الاقتراحات دي يا جماعه اولا مكلفه جدا، اعمل سور حديد، اعمل سور شبك، اعمل مش عارف ايه الكلام ده. احنا عملنا اسوار نت، كان عاملين السور نت زي بتاع الصوبه، الكلام قطعته وبهدلته، وما اقدرش اعمل اسوار حديد اكلف نفسي الافات تحت تخش لها في 10,000 جنيه جنين عشان اقفل الجنين عشان ازرع شويه ازوله، اكلف نفسي 10,000 جنيه سوار حديد. طبعا الكلام ده غير مجدي خالص، ده اول حاجه. تاني حاجه مش هيحل مشكله الكلاب اللي كانت بتيجي في المنطقه تحت عشان تشرب، هتيجي طبعا هي شم ريحه الميه عايزه تشرب، فلما الكلاب الجيران متضايقه من موضوع الكلاب عشان خاطر عيالها عيال الصغيره والكلام ده. فانا مش عايز، قلنا مش عايز يعني ولا اخسر جيراني ولا اعمل مشاكل مع جيراني، وربنا وسع على سبع جار، والموضوع ده بالنسبه لي يعني مش ولا مشروع ولا بتاع. هي كلها كانت طبعا اللي متابع معايا من الاول عارف ان الموضوع ده كان عاملينه تجربه عشان نعرف الاخطاء اللي بتظهر لنا، عشان الواحد لما بيجرب الحاجه بيفهم ايه عيوبها وايه ميزاتها فيقدر يقيم الموضوع صح. ده نبدا في موضوع المشكله بتاعه الازوله. ودايما يا جماعه اللي يشوف فيديو عشان اذا كان عايز يقيم او يعلق عليه لازم يشوفه للنهايه، ما ياخدش منه دقيقه ولا دقيقتين وبعد كده يعلق على كيفه حسب ما هو فهم. الازوله، بالنسبه للازوله الزراعه المائيه في اساسيات مش متوفره عندك انسى الموضوع ده ما تعملوش. اول حاجه الصوبه، لازم تكون الزراعه النباتيه الازوله بميه بس لازم تكون عامل صوبه، والنت بتاعها يكون لو اسود يبقى في حدود ال 75 85 حسب درجه الحراره بتاعت منطقتك. لو منطقتك فوق ال 40 يعني بتوصل ل 45 وكده يبقى تحط 85. لو انت المكان بتاعك من حدود ال 35 ل 40 يبقى ممكن 75. يعني في مناطق زي مرسى مطروح والكلام ده الحراره ما بتطلعش فيها، يعني في ناس قالوا لي في مناطق الحراره عندنا اخرها بتبقى 30، ما بتعديش ال 30. فطبعا ما اقدر ما تحطليش بقى نت ايه بدي نت تحط لي 85، ما ينفعش، تمام؟ فانت بتشوف درجه الحراره في المنطقه عندك بتوصل لكام وهتشتغل ب 75 او 85، وممكن ناس متخصصين في الصوب يفيدوك اكتر مني، تمام؟ طبعا انت لو المكان فيه درجه حراره عاليه جدا زي الصعيد والكلام ده وبتتفوق ال 50 يبقى لازم النت يكون اخضر او ابيض، تمام؟ لان الابيض بيعكس درجه بيعكس الحراره، بيدخل ضوء ويعكس الحراره، تلاقي المد جوه بره ولعه وتلاقي الجو جوه حلو، تمام؟ لكن الاسود بيمتص الحراره، يعني بيحبس الحراره تحتيه كده زي الازاز كده تقريبا، بيحبس الحراره وبيعدي نسبه ضوء حسب ما انت مركب نت، مركب 75 مركب 85 هيعدي النسبه اللي بيعديها، لكن بيحبس حراره بتلاقي المكان تحتيه حلو. فانا بالنسبه لي هنا عشان المكان مفتح زي ما انتم شايفين شبابيك وبيبان مفتح ففي تيار هواء، فحبس الحراره دي بالنسبه لي مش مشكله ان الهواء الشمس هتطلع وانا زارع زراعه طين، تمام؟ فانت موضوع النت ده اللي يقيمه لك يا اما حد فني في الصوب تقول له والله درجه الحراره عندي كذا وانا عايز الازوله دي بتحب درجه الحراره من 25 ل 30 فانا النت المناسب ليا ايه، تمام؟ او بتتواصل مع السكرتاريه على النت وبتتواصل معاهم اذا كنت مثلا هيبقى فيه يعني اساله خلاص هيردوا عليك، لكن الموضوع لو هيطول هتضطر تعمل معاهم مشكله، تمام؟ دي موضوع النت، تمام؟ تاني شيء خلصنا كده بالصوبه. الصوبه لازم اولا تكون مقفوله، لازم الاتجاه الشرقي والغربي مقفول، السقف طبعا مقفول لان سكات الصوبه نص دائريه او مربعه، لو مربعه لازم الشرق والغربي يكون مقفول مع السقف، تمام؟ والتهويه بتسيب ممكن البحري والجنوبي هو اللي مفتوح اللي هو اللي بيعتبر البوابات بتاعت الصوبه،
هي ايه الاتمثل المفتوح. تمام، لازم الشرق، والشرق يكون مقفول بالذات، لان الشمس بتبدا من الساعه 8 تبدا تيجي من الجنب، ومن الساعه 9 بيبدا الجو حر جدا، لغايه لما تيجي كده الظهريه الشمس تبدا تطلع فوق الصوبه، بيكون الفتره دي كلها الشمس دخلت وبهدلت النبات وضربت الميه وسخنت الميه. تمام، دي اول تاني نقطه بالنسبه للصوبه. بالنسبه للزراعه المائيه، الزراعه المائيه اولا ما ينفعش تحط سماد مباشر في الحوض. احنا الحوض زي ما قلنا يا اما نشتغل بفرم كومبوست السائل اللي احنا بنعمله ونزلنا فيديوهاته وهنحاول نحط لكم في الوصف عشان اللي ما يعرفوش، يا اما بتحلل السباخ زي ما قلنا في الجرادل، بتحطه في الجردل. الجردل مثلا بتحط مثلا ربعه في حدود سباخ اللي هو اذا كان الحمام او المواشي، وتسيبه وتحط عليه ميه الباقي ميه، وبتسيبه من 3 ايام 4 ايام اسبوع حسب درجات الحراره. تمام، ويفضل بتاخد شويه ميه من الحوض، يعني لما تيجي تزوده على السباخ تاخد شويه ميه من الحوض، لان فيها الطحالب اللي هتسرع لك نمو السباخ شويه. تمام، بدل ما تقعد تستنى 10 14 يوم عقبال ما يبدا فيه تحلل، فانت تاخد شويه ميه من الحوض تحطها فيه، هتسرع لك نمو البكتيريا فيه اسرع. تمام، هتسيب الميه اول ما الميه تخضر تاخد الميه بس وتحطها في الحوض، تمام، عشان ما تعملش ترسبات في الحوض. تمام، وبتاخد الميه بس تحطها، والسباخ نفسه تزود عليه ميه وتسيبه لغايه ما يخضر تاني، تاخد برده منه الميه بس. تمام، بتشتغل كده على طول بالنظام ده مع ال ان بي كي. لازم تتحط ال ان بي كي. تمام، تحط ان بي كي 5 جرام للمتر، يا اما بتحط اللي هو عالي اللي هو حمض الفسوريك من سنتي ل 2 سنتي للمتر. طبعا لو انت شغال في الاول خالص مثلا بنحط ممكن 2 3 سنتي، لكن بعد كده بتحط سنتي ل 2 سنتي حسب كثافه الميه عندك. حمض الفسفوريك، وممكن بتحط برضه تحتاج تحط ساعات عالي البوتاسيوم حدود جرام ل 2 جرام للمتر، ده بيتحط كل 15 يوم، وحمض الفسفوريك برضه كل 15 يوم. لكن السباخ اللي هو بيتحط على طول مباشر ده اللي هو بتاع اللي هو الحمام او المواشي، ده اللي هو ايه بتحلل وتحط بتحلل وتحط. وطبعا زي ما قلنا لازم تاخد ميه الاول، لقيت الميه لقيت الميه رايقه تحط، لقيت الميه صفراء ما تحطش، لقيت الميه خضراء يبقى انت التسميد عندك عالي جدا. تمام، خلي بالك من الموضوع ده. طبعا يفضل في الصوب ان انا مش عايز الحراره تعلى جوه، فطبعا انت هتقول لنا شو هنشوف النت المناسب، والافضل بيبقى النت اللي هو عالي الكثافه او الاخضر او الابيض. تمام، الاخضر او الابيض عشان نقلل الحراره جوه. تمام، تمام. في نقطه ثانيه، انت دلوقتي عندنا هنا اهوت الحوض اللي احنا عاملينه ده وحاطين فيه طمي، الطمي ده بيبقى عامل زي البطاريه. تمام، بيبقى عامل زي البطاريه. الطمي ده اول غير التحللات اللي بتحصل فيه عشان تواجد الاكسجين والطحالب والعيش البكتيريا والطحالب والكلام ده فيه. انت لو اي حد زرع ازول لو حط ايده في الحوض هيلاقي الميه زي الساقعه، درجه الحراره اقل من ال 20، 18 17 15 اقل من ال 20. تمام، وفي عين مع ان احنا في عز الصيف، لو انت شغال بصوبه وشغال بطبق هتلاقي العيارات 19 18 في الحدود ديت ايه هتبقى شغاله، 18 19 20 21 لو الدنيا عندك ولعه، لو 22 لكن مش هتخش في الميه 27 و28 و30. تمام، لكن لو انت شغال بدون طمي، تمام، الميه مفيش حاجه بتحتفظ بالبروده. تمام، فالميه بتسخن على طول، الميه بتسخن على طول. فطبعا تيجي تبص تلاقي عندك درجة الحرارة المية عندك زي ما كانت عندي في الحوض تحت، ده ما كنت بقيس هنا وبقيس تحت، الاقي الحرارة هنا عندي 19 18 تحت الاقيها 25 27 26. تمام، مع ان هي نفس المنطقة ونفس المكان، بس وده هنا فوق السطح وهناك تحت، يعني المفروض اللي تحت دوت يعني الارض الطينية كمان تحت المشمع، يعني المفروض يبقى الجو احسن شوية، لكن بلاقي عشان شغال بمية بس درجة الحرارة بترتفع بسرعة في المية. لكن انت لما بتكون شغال بطمي تحت الميه، الطمي ده لما تيجي تبص للثلاجات، معروف الناس اللي هم شغاله في اللحوم والكلام ده في الثلاجات بيعملوا ارض الثلاجه خرسانه 30 40 سنتي، بيسموها بطاريه، بطاريه للثلاجه بتحفظ التجميد بتاع الثلاجه، لو حصل الكهرباء قطعت ولا الكلام ده ارضيه الخرسانه دي بتفضل محتفظه بالثلاجه بالبروده لفتره كبيره لغايه ما النور يجي. لكن اللي بيشتغل بارضيه فوم على طول او خشب على طول درجه الحراره بتنزل على طول في الثلاجه. تمام، فاحنا هنا اهوت بالنسبه لنا لما تحط انت طمي عندك طمي 5 سم في الحوض، فتيجي تبص تلاقي درجه الميه هنا تلاقي 18 19 20،
ما بتعديش، استحاله تجيب ال 21 لو تكون الدنيا ولعه بقى، يعني تكون الدنيا ولعه والنت بتاعك يعني خفيف. لكن تحت بتوصل معانا ل 26 و27 درجه الحراره. فاحنا قلنا قبل كده يا جماعه ان الميه ما بتسخن بتعمل لي مشكله في النمو، وبتعمل لي مشكله في الانتاج، بتوقف لي، يعمل لي توقف في الانتاج، وبتزود نمو الطحالب. الميه ما بتسخن بتزود نمو الطحالب. تمام؟ زي ما قلنا قبل كده في الناس اللي بتشتغل سمك والكلام ده، ان الطحالب عشان تشتغل نمو عايزه درجه حراره من 23 ل 28 عشان نموها يبقى حلو. كل ما كنت الحراره بتاعتها عاليه بتبقى الطحالب اللي هي اللي بتحول النترات النيتريت الامونيا والنترات والنيتريت بتحولهم لي عايزه درجه حراره عشان تشتغل كويس. فطبعا انا عندي هنا في الحوض كل ما يكون الدرجه يعني قريبه للبروده، ما ولا بارده ولا حاره، في حدود بتتكلم من 20 21 الكلام ده، بتلاقي الانتاج عندك كويس جدا. الحراره بتنزل ل 18 والكلام ده بتبدا الايه التغذيه فيها بتقل شويه طبعا، او بتعتمد على ال NBK. لكن لما الحراره تبقى عندك عاليه جدا توصل 27 و28 بتخلي البكتيريا تبقى نشطه جدا في الحوض فتكون لك الطحالب. فطبعا الطميه اللي بتبقى في الحوض تحت دي بتبقى عامله زي البطاريه حافظه بالتبريد، بتعب الليل اخر النهار، فبتيجي تبص اللي كل ما الميه تسخن هي مبردها، فتيجي تبص تلاقي درجه الحراره في الميه حلوه متعادله، فبتخلي الانتاج عندك كويس. تمام؟ يبقى احنا قلنا اول نقطه ايه اللي هو النت، ثاني نقطه اللي هو الطم ان انت طبعا لازم درجه الحراره ما ترتفعش، فطبعا النت لازم يكون كويس جدا، والتغذيه لازم تكون متوازنه، لان انت طبعا ما عندكش طامي للتحلل والكلام ده، فالتغذيه لازم تكون متوازنه. هتشتغل بزبن الحمام، وطبعا ده افضل شيء للزراعه المائيه بدون تربه، زبن الحمام افضل من المواشي، ده اول حاجه. ثاني حاجه اللي هو درجات الحراره ما تعلاش عندك في الميه، لازم الرشاشات تبقى شغاله على طول كده ما تتوقفش، خصوصا لو درجه الحراره علت، خصوصا لو درجه الحراره علت. لكن درجه الحراره لو منخفضه ممكن تشغلها شويه وتوطلها شويه، لان الطحالب عندك مش هيبقى نموها قوي. لكن لو الحراره عندك عاليه جدا في المنطقه بتاعتك لازم الرشاشات دي شغاله على طول، منه بتزود اكسجين عشان الطحالب ما تنتشرش معاك قوي او ما تسحبش معاك الاكسجين في الميه. غير تاني حاجة بتعمل برضو برودة للمية، المية بتنزل كده بتبرد زي القلة كده، بتطلع وتبرد تبرد بتطلع تبرد، فالمية درجة حرارتها بتهدى شوية. تمام؟ دي المعلومة الهامة. ولو سمحت يا جماعة، لو سمحت البهوات اللي كل واحد نفسه خبير ويقوم جاي داخل في تعليقات عندي وحاطط اسمه ورقم تليفونه، اللي هيعمل كده هعمل له اول حاجه هبلغ فيه اليوتيوب، يعني طبعا مش مسموح لك انك تحط تليفوناتك او اسمك عندي في القناه، انا اللي هنشر لك تليفوناتك او اسمك، انت مش من حقك تحط اسمك اللي هو اسمك التجاري او تليفونك التجاري على القناه عندي عشان ما بلغش فيك اليوتيوب. تمام؟ ويكون الجميع استفاد من المعلومه دي، وما تشتغلش يعني يفضل الشغل بالطمي في الزراعه بالازله بتقف اريح كتير 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 عن الزراعه المائيه. اللي بيضطر يشتغل مزرعه مائيه بيكون مضطر، ما عندوش طميه ومضطر. تمام؟ يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.